storia por storia. No. أخيرا وصلنا جيرو كاسترا. طبعا جيرو كاسترا مدينة جميلة جدا. دي جيرو كاسترا من فوق، يعني يعتبر أكتر مكان ممكن تجيب منه المدينة. وفي هنا فوق، ودي قلعة جيرو كاسترا. قلعة جيرو كاسترا اللي ملهاش اي لازمة. اهلا بيكم يا شباب، احنا النهاردة هنقضي يوم جميل في مدينة جيرو كاسترا. تابعوا الفيديو للنهاية عشان هيعجبكم جدا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. يلا بينا جيرو كاسترا يا جماعة. شوارع جيرو كاسترا دي، شوارع جيرو كاسترا فيها طبعا سوفونيرز بس غالية جدا. عندهم بقى الرايس بول والميت بول والحاجات البولز كلها. طبعا هي مدينة مش كبيرة بس المشي فيها حلو. يعني مشهور أوي المطعم. شكلها كده في احتفالية يا جماعة في جيرو كاسترا، مش فاهمين هي ايه بس هنشوف. يعني بقى ايه عمك الحاج ده بالحاجات دولت. شكرا يا حاج. فرقة محمد رضا المصرية زيها في الألبانية. اللي فوق دي يا جماعة قلعة جيرو كاسترا. مدينة جيرو كاسترا، مسجد لجيرو كاسترا. المنطقة اللي احنا فيها دي تعتبر هي المنطقة السيتي سنتر بتاعة جيرو كاسترا. ودي القلعة بتاعة جيرو كاسترا. طبعا القلعة هي في اعلى مكان تقريبا في المدينة عشان تبقى شايفة المدينة كلها. دي شكل الطرق في جيرو كاسترا. طبعا كلها سلالم، شوارع نازلة وطبعا. زي ما قلت لكم المنطقة اللي في السيتي سنتر هي اللي عند المسجد، يعني احسن منطقة تعتبر، فيها الكافيهات والمطاعم وفيها كم هوستل كده حلوين.
هي جيروكسترا كمدينة مش كبيرة، انت بس بتيجي تعيش فيها ليلة، تقعد فيها ليلة ماكسيمم، تجرب الأكل الجيروكستري، تاخد نوع من أنواع الحياة القديمة جدا. ده يا جماعة الطريق اللي احنا بنمشي فيه. طبعا احنا هنمشي بالطريق ده كده عشان ايه، نطلع على محطة الباصات اللي بتروح تيرانا وبيرات والحتت دي. زي ما انتم شايفين الطرق في جيروكاسترا كلها كده متبلطة كده، البلاط القديم بتاع زمان قوي ده، وتحس ان انت ماشي في الحقبة الزمنية بتاعت 1800 اللي هي كان فيها الافلام الاجنبي دي، اللي فيها الايه الحصنة والعربيات اللي هي ايه كارو. طبعا وجود عربيات الملاكي هنا بيديها لمسة بايخة شوية، يعني عارف لو هي لسه فيها الطبع القديم بتاع كل حاجة، مناظر البيوت والحصينة والحياة القديمة دي هتبقى حلوة قوي. مكملين وربنا يستر. شباب في محطة البنزين دي، في جنبها موقف باصات، وفي موقف باصات اوكي، في موقف باصات همين، في موقف باصات هناك اهو، وفي موقف باصات هناك اهو. وبكده يا شباب نكون خلصنا الرحله بتاعتنا لمدينه جيروكاسترا الجميله. مدينه جيروكاسترا بتبعد عن مدينه سرندا في الجنوب حوالي ساعه ونص، وبتبعد عن مدينه تيرانا حوالي 3 ساعات ونص. احنا كده اخدنا الباص من جيروكاسترا متجهين على تيرانا عشان نقضي الليله الاخيره نتوكل على الله.